على خشبة المسرح الكبير بنمسيك بالعاصمة الاقتصادية عرضت المسرحية المصرية سالب واحد للمخرج مصطفى طلعت ضمن فعاليات المهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء في نسخته 36. المسرحية بتدور عن عالم عبقري في الفيزياء بيخترع شريحة بيقدر ان هو يتحكم في تصرفات البشر، وهو الهدف عنده نبيل في ان هو يعيد الاعتبار الكلي للانسان، ان هو يخليه افضل وان هو يخليه يتعامل مع الناس بشكل الطف. بس اكتشف ان هو عشان الشريحة تتم بشكل كويس محتاج ان هو ياخد انزيم من طفلة صغيرة، فضميره المهني وضميره كانسان مرضاش يخليه يعمل كده، مرضاش يضحي بطفلة عشان خاطر يخترع الشريحة. وهي الفكرة كلها ان هو فعلا هدفه نبيل، هو عاوز ان هو يعمل شريحة تتحط في جسم الانسان لو في حاجة مضايقاه فيقدر ان هو يمسح الذكرى دي زي الروبوت بالظبط. هي مسرحية تناقش بعض الأساسيات التي غفل عنها الإنسان في مكنونات إنسانيته، وتبرز تطورات عمل نبيل قبل أن تتشابك خيوط القصة وتنقلب الأمور رأسا على عقب. وتشكل الدورة 36 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء الممتدة إلى غاية 7 يوليوز الجاري ملتقى للطلبة وللمحترفين من مختلف القارات، ورغم اختلاف ثقافاتهم ودياناتهم وأعراقهم إلا أن المشترك الإنساني الذي يجمعهم هو الفن والإبداع.